لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ الحاج محمد الدين طارق شيخ الطريقة العيسوية الجزولي ولد الشيخ الحاج عبد الكريم الجزولي رحمه الله. رانا اليوم في مسجد السيدة خديجة رضي الله عنها. رانا نتوقفوا على هذا عيد الأضحى إن شاء الله يدخلها علينا بالخير والهنا والبركة إن شاء الله، ونطلبوا للمسلمين ونطلبوا للحجاج ونطلبوا للشيوخ ونطلبوا للمحبين ونطلبوا للأجداد الله يرحمهم، الله يرحمهم برحمة الله، الله يقدس روحهم في الجنة والجنة إن شاء الله. نطلبوها إن شاء الله للتوفيق للعباد والبلاد إن شاء الله. أمين. الله يرحم الشهداء، والله يرحم أولياء الصالحين، والله يرحم الأموات تاع الجزائر ذكور وإناث. نطلبوا هذا هنا يكون في بلادنا إن شاء الله، ونطلبوا النصر والتوفيق لنا والجميع والمسلمين إن شاء الله. الله يدخل علينا الأمة بالرحمة والهنا والبركة. الله يجعل هذا العيد الأضحى يكون على المسلمين بالخير والهنا والبركة. آمين. الله نطلبوا رب العالمين اللي نزرعها تنبت واللي نقولوها تنبت. الله يجعل الدعوة تاع الخير تكون معنا إن شاء الله. ويحفظ بلادنا ويحفظ وليداتنا ويحفظ جيشنا ويحفظ وطننا ويحفظ أولياء الصالحين إن شاء الله. الله ينصر الحق ويهدم الباطل. الله يجعل ربي يعاوننا ويصلح بلادنا وراينا إن شاء الله. وهذا الحجاج اللي مشاو يمشوا في سلامة ويجوا في سلامة. غدوة إن شاء الله الجمعة إن شاء الله عندهم وقوف عرفة، الله يوقفهم بالخير والعز والهنا والبركة إن شاء الله. يطلبوا لبلادهم إن شاء الله، للجزائر يعلي الإعلام إن شاء الله. يا ربي تسر الحق وتهدم الباطل، يا رب يا ربي تسر الحق وتهدم الباطل، يا ربي اللي نقولها تثبت واللي تزرعها تثبت، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذه الولاية تاعنا تتموشة الله ينصرها والله يفتح عليها، وكاع الولايات ماهيش الولاية من الجزائر وروح الولايات إن شاء الله، طلبوا لهم النصر والتوفيق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.